نلحق بقى نعمل الفرقه قبل ما غزال يخش علينا ويقرفنا بافكاره. احنا مشكلتنا في الهجوم دماغه من وراه لبس ودماغه المقرفه دي. فيلا بقى يلا. طب بقول لك ايه، الهجوم ولا فيه مشكله؟ لا هو الهجوم وخط النص اللي فيهم مشكله. النص هنلاقي حلول، الدفاع والهجوم محلوله. محلوله وفي اوبشنز كتير. يلا بقى بسرعه كده نفكر بسرعه مع بعضينا رجاله. باشا ملك الفانز تعال غزال يا غزال يا ابني بتعمل ايه فيها؟ بتعمل ايه؟ بقول لك كده بس بص لا بس بص دي بص رسمه حلوه رسم صدقني رسمه حلوه. طيب يا جماعه النهارده يوم الخميس واحنا جمعنا اهو بعد الشغل عشان نجهز الفانتزي تيم بتاعنا اللي احنا لسه مش عارفين هنسميه ايه عشان التحدي بتاع نبأ الدباغ. بص يا نبأ الصرف حصل، بورد حصل، 16 لعيب، رسومات الوان ازرق واخضر، الاخضر ولا الاخضر شعر اخضر كلهم بعد اذنك عشان فكره نبقى. فكره جميله تظبط شعرها اخضر بعد اذنك شعر اخضر اخضر في كل واحد ايوه كده حلو ايوه بص يا نبي احنا بنفول عليكي عامه وفي لعيب فوق رجل اطول من رجل اهو بس ده شكله احتياطي هنكتفي بالشعر بس في الجوله دي بقى وفي قص وفي دقن كمان اهو يعني وادي واحد تاني مزمبليه كده يعني شغل دراما شغل كده فال دراما فال دراما فعلا شويه شجر كده في صرف ويعني وجايبين لينا في صرف يا جماعه في صرف يا جماعه الفرقه دي مصروف عليها. طيب احنا ما اقترحناش برضو هنسمي الفرقه ايه، احنا عايزين الناس يقولوا لنا نسمي الفرقه ايه، ايه رايكم؟ ممكن الناس يقترح علينا اسامي للفرقه ماشي. وما تقول كده يا عم غزال الاستراتيجيات بقى خش علينا يا ملك الفانتسي بقى علينا. مش عارف انا حاسس يعني لو اديت استراتيجيه من استراتيجياتي كده هنبقى بنغشش نبأ بس يلا مش مشكله ما احنا ممكن نغشش حته صغيره نبدا بالتشكيل نلعب بطريقه ايه يا باشا؟ والله بصوا انا اقول لكم حاجه احنا ممكن اهم استراتيجيه نركز عليها اهم استراتيجيه نركز عليها ان احنا نحط اقوى خمسه في الدفاع. تمام. ليه؟ لان انت معكش فلوس تجيب لعيبه حلوه في النص وفي الهجوم فانت هترمي تقلك كله في الدفاع وحارس المرمى. فكره كويسه. انا احب العب مهاجمين بصراحه بس انت ما معكش بس انت ما عندكش هنا فلوس في المهاجمين ما هنا الفوارق يعني بقى واضح ان احنا من اول دقيقه هنختلف انا شايف ان نحط فرق ازاي يعني. بس احنا عشان محتاجين مش عايزين نتخانق احنا عايزين نحاول نكسب وهدفنا ان احنا نكسب. طب ما هو كل واحد يبقى رايه مختلف عن التاني. دي مشكله هتقابلنا. طب احنا متلمتين بكام؟ احنا معانا بصوا احنا متلميتين دي طيب ليميت اللعيب يعني متلميتين دي مزنوقين في احنا اتفقنا ان خط الدفاع والجون هيبقى ماكسيمم 6 مليون وخط الوسط وخط الهجوم ماكسيمم 8 مليون عشان مصطفى كان قافش وهو جاي هينزل صلاح فيا ابني ما ينفعش صلاح وماني اهو فمعلش هو جاي معانا يلعب البادجت دي ما تنفعنيش انا بحب بادجت مرحرحه مرحرحه رحرح لي البادجت شويه حلو. طيب هنعمل ايه؟ هنختار فرقه لعيب في كل خط. بصوا يا جماعه من الاخر احنا اربعه من الاخر انتوا بتمشوا ورا ايه؟ انتوا بتمشوا ورا الاسامي ومحدش ليه في الفاتي ده غيرك حلو خش على لعيبه واتفورد بقى معلش اللعيبه دي ايوه وساوثهامبتون لعيب على اللعيبه دي دي اللعيبه بتاعتي انا عارفهم كويس ديوان ممكن يلعب فرقه ابو سته وابو خمسه وابو اربعه دي لعيبتي انا. هنلعب باني خطه؟ طيب 3 5 2 3 4 3 لا انا عجبتني فكره 4 4 2 لا انا احب التوازن وانت بتلعب اديني لا انا رايي انا رايي بتلعب بلاي ستيشن انت بتلعب بلاي ستيشن قول لي باك رايت ولا باك ليفت يا عم مش بص خمس مكانات الراجل ده عاجبني فانا عايز اختاره بامانه. طبعا عندي حل احنا ممكن كل واحد فينا يختار 3 4 لعيبه في الفرقه بحيث نبقى كملنا الفرقه كلها. جميل ماشي كده 12 لعيب 4 في 3 ب 12 لعيب فاضل 3 لعيب بس انت مش عاجبك فاتي يا غزال؟ هنسيب لك مساحه هنسيب لك مساحه لا عايز اصبغ شعر اخضر هنسيب لك مساحه بس خد بالك يتكلم عليا ويقول لك من اولها كده فرقه مكونه من اربعه وواحده غلبتهم ويتعمل عليها لا ده مش اولها كده مش ده غلبتهم وعلمت عليهم بالاخضر طيب لا هبطلها. طيب يبقى احنا كل واحد هيختار 3 ادي كده 12 لعيب يتبقى 3 لعيبه انتوا اللي هتختاروهم. موافق حلو قوي الكلام ده حلو الكلام ده 3 لعيبه هيتكتبوا في الكومنتس ماشي هنحطهم في الفرقه بس معلش انا اللي هشوف هيلعبوا ولا مش هيلعبوا ماشي ماشي بس لما نوصل المرحله دي نبقى نشوف
بس ممكن يبقى بقى واحد في كل خط عشان نريح الناس برضو، واحد في الدفاع، واحد في الوسط، واحد في الهجوم. ما تخليها اكتر ثلاثة، اكتر ثلاثة كده. اه ممكن يطلعوا جولين عشان نسهل. ممكن يطلعوا جولين في الاخر. انا قصدي عشان نسهل على الناس يبقى واحد في كل خط، واحنا بنختار نسيب واحد في كل خط للناس. ماشي، ما تلبسوناش والنبي. يرضى عليكم. اه ده فيها صبغه. الله يرضى عليكم. طيب يا رجاله نبدا بحراسه المرمى. وماله حلو، قول لنا يا نجم. عايزين الكلين شيتس يا عم غزال اللي بستة وانت نازل. عندك بقى ايدرسون، عندك كاسبر شمايكل، عندك هندرسون. عندك طبعا هندرسون ده، بس خد بالك من البلانكات. اه جيم ويكس. ايوه يا شيفا خش علينا. هنجيب الجول الاحتياطي في كمان الماتشات اللي اتاجلت عشان خاطر الجو، بس هيتلعب. هيبقى في دبل جيم ويك. لا هيتلعب، هيتلعب ده ربنا ستر. ماتش مان سيتي داخل في الجيم ويك ده، في الجيم ويك ده. انت يا عندك ايه يا لعيبه يا مذاكرين؟ انت عندك لا جميل. انت عندك مشكله ان هيبقى في بلانكات دي هتبقى محلوله، لان انت عندك ال15 لعيبه يبقوا كويسين، لان انت ما عندكش مشكله بادجت. صح، انت هتحط اثنين حراس مرمى كويسين. طب يبقى انا رايي الكابتنس المفهوميه. طيب انا رايي هندرسون. طب احنا كده محتاجين نجيب الجونين كويسين. ماشي، طيب معانا هندرسون. مين بقى اللي هيختار؟ ما خلي بالك بقى. مين اللي هيختار الجون بقى؟ كل واحد ليه ثلاثة. خلاص انا اخترت هندرسون. وانا ليا واحد في كل خط. ماشي، انا اخترت هندرسون. وانا واحد في كل خط. ماشي، ما هو كلنا واحد في كل خط يعني. ده ما فيهوش اي جون. طيب والجون ماله؟ خلاص الجون مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. خلاص انت اخترت مين؟ انا اخدت، انا رايي هندرسون. في حد معترض؟ لا مش معترض. خلاص يبقى اكتب هندرسون لاستاذ رائد. واحد هندرسون. ماشي بالاخضر كده والنبي، بس عشان بحب اللون الاخضر. وسميه هند بس. عشان هند بس. حلو. عندي فكره حلوه. هندرسون عنده الماتشات اللي جايه كلها كويسه. بس مش هيلعب في الاسبوع ال 28. مظبوط، يعني احنا ممكن نختار. يبقى احنا لازم نشوف الجون اللي لعب في ال 28 كويس. كلام مظبوط. الماتش سهل في الاسبوع ال 28. الله يا رامي. عندك اللي بره ارضهم دايما وحشين، كريستال بالاس هيلعبوا برايتون، هيبقوا بره ارضهم يعني. بيرنلي برده بره ارضهم، وساوثهامبتون بره ارضهم وحشين. دول الايه؟ دول الفرق اللي هتلعب، بره ارضها. يعني برايتون هيبقى قدام كريستال بالاس. طب دخيه، فنجيب جون برايتون ولا جون نيوكاسل قدام بيرنلي؟ انا شايف ده اوبشن كويس جدا. بافكا. ما انت عندك رايان. خلاص رايان هيلعب هوم. بقول لك انا رايان طلع كل حاجه فيا. انا مش عايز اشوفه. وبيلبس اخضر، خد بالك دي ميزة. انا مش عايز اشوفه. ماشي. طب طيب دخيه، مانشستر اخبار وقف في 28. مانشستر يونايتد هيبقى بيلعب ايفرتون اوي في الاسبوع ال 28. لا لا ده ماتش صعب. فهو نيوكاسل عنده بيرنلي هوم، برايتون عنده كريستال بالاس هوم، وويست هام عندها ساوثهامبتون هوم. يعني برايتون يا نيوكاسل ويست هام. وانا حاسس نيوكاسل بقت فرقه كويسه قوي بعد سوء الانتقالات. طب ما هو مين هيضحي باختياره ويختار الحارس المرمى الثاني؟ ما بحبش حراسة المرمى، بس شمايكل برضو بيراودني لانه هيلعبوا نورويتش قوي، فقشطه يعني. وبعديها استون فيلا هوم. شمايكل انا مش هختار حراسة المرمى، فانا هدي صوتي لحد فيكم. خلوا الجون، للناس. نخلي جول للناس. طيب. الجون بتاع الاسبوع ال 28. نخلي جول للناس. الناس هي اللي تختار. ماشي ماشي ماشي. خط الدفاع لاندسترام. لاندسترام ما بقاش اساسي. عليه علامه استفهام كبيره دلوقتي. ثالث ماتش على التوالي. صحيح اخر ماتش نزل وحط جون، بس برده ما بيلعبش اساسي. طالما ما بيلعبش اساسي مش هيتحسب له كلين شيت. لو جت بلاش نخلي في الفرقه بتاعتنا حد احنا مش ضامنين له. خد بالك هيبقى بلانك في الاسبوع ال 28 برده. نفس القصه بتاعت بلاش لاندسترام. احنا ممكن نجيب مدافع من شيفيلد يونايتد تاني. ممكن نجيب اجن، ممكن نجيب بالدك. ممكن نجيب كله قلتني لما انا جبته. صح يا باشا. ايوه اختيار سليم. شفته بقى. اكتب بالدك على حساب علي ديوان. يلا. لا في مدافع لازم يتحط، ما ينفعش. طب جو جوميز يا عم غزال، انت هتقول لنا مدافع جو جوميز مقفوله يا ملك الفانتسي. جو جوميز مقفوله ده رقم واحد تحط. حلوه منك جوميز. احنا ليه ما نفكرش في ناس من ليستر؟ وممكن نجيب ناس من ليستر. يعني عندنا ايفانس. طب اقول لك حاجه قبل ما نفكر في ناس من ليستر، مين الباكات اللي على طول بيزيدوا بيجيبوا جوان وبيعملوا اسيستات وبيشتوا فاولات وكل حاجه؟ ارنولد غالي، بريرا غالي، لوكاديني
دينا. ايوه ديني مش غالي. لا بيعجبني لما تشغل ديني 5 و8. دماغك يا عم غزال. انا كنت عايز اقترح لوكاس ديني. حط على حساب علي ديوان. بس ثانيه واحده. غزال لبس في 2 في الدفاع فاضل لك واحد. انا زي ما فيش تلعب براحتك كده. اصبروا بس اصبروا عليا. محدش بيفكر في هو سخن هو سخن وقال لك لوكاس ديني. لوكاس ديني الران بتاعت ايفرتون صعبه وحشه. ماشي ما انت ارسنال يا لهوي مانشستر يونايتد في تشيلسي. يونايتد في تشيلسي ده لابسين ايفرتون ماتشات صعبه جدا. ثلاث ماتشات صعبه. فانا اقول ايه هم ايفرتون هم اكتر فرقه جايبه بوينتس بعد ليفربول من ساعه ما انشيلوتي جه. ما خسروش غير ماتش واحد بس كلين شيتس صعبه صعبه. هجوميا نجيب مين بقى؟ كابتن كالفرت. ايوه يا معلم. فانا اختياري هنا هيكون عمك كالفرت. طيب بس في حته يا ديوان فعلا الران صعبه ومستحيله بس الواد هيخطف له جونين ثلاثه. في واحد لرائف هندرسون وغزال اختار جوميز في الدفاع وانا اخترت كالفرت لوين في الهجوم. دوري بقى بقى شيفا. هخش بنص الملعب. ماشي حط لي ادامه تراوري. اه بقى ده انت عايز واحد يضرب. حط لي ادامه تراوري يا باشا. خافي خافي انا بقى امس. بس ادامه تراوري الماتش الجاي عنده صعب. مش مشكله يا باشا. يا باشا ده بدراعه يخلص اي حاجه. صحيح. يحط في اي حد ده يا باشا. كبير صغير التحاوير ده بره ارضه جوه ارضه ما بيفرقش معاه. ده المقطوره. صح. نرجع يلا فيرو تراوري من وولفز والراجل ده هنسيبه انتوا تختاروه. مش عايز تحط لك حد من ليستر يا رايف في نص الملعب. ليستر بص انا في فرقتي عندي ماديسون. طب بس ماديسون مؤخرا مش قد كده. هو انت فرقتك مش مقياس. خد بالك. شايف كده. اضرب اضرب. ماشي بس انا هعديك في اخر البتاع. حلو حلو خليك مشاهدين اهو. واحده تحت الحزام. حلو. ماشي. طب ايه رايكم مين من ليستر؟ يكفي رايف شرفا ان هو اول مره يلعب فانسي في حياته مش مشكله. يكفي شرفا ان هو اخير مشارك معانا اصلا. ودي حاجه كويسه. لا ماشي انا هعديكوا يا باشا. انا هعديكوا. قاعد معانا وبتاع فانسي وايه؟ هو لحد السنه اللي فاتت كان شايف يعني فانسي. اهو. بس يا باشا بلعب وجايب 11 بوينتس يا باشا النهارده اهو يا جماعه اهو 11 اهو. هتختار مين يا فيرو؟ طب انتوا مش عايزين ماديسون؟ ده اختيارك انت. انا احنا مش هنراجعك فيه. بص احنا هنشاركك الاختيار. انا هقول لك وانت تختار. عندك ماديسون وعندك بيريز وعندك بارنز. بس انا اقول لك حاجه. ماديسون عشان خاطر انديدي مصاب فنزل شويه في نص الملعب. بعد ما بقاش بيقرب لل18 زي الاول. اه ماشي. فممكن تاخد حد قريب زي بارنز. بارنز فايق الويندو. يا بارنز يلا انا موافق. حط بارنز يا باشا. خش على حساب الاخضر. خش يا عم بارنز. حطه فين هنا كده؟ اه يا باشا في اي حته. اعملوا لي الواد اللي عليه ورده ده. ده ايه ورده ده شكله شيك. اه طيب لو هنتكلم في لعيب خط نص ما يعديش ال 8 مليون اقول لك امسك القلم الاحمر. ايوه علشان تكتب انتوني مارسيال. مستنيها منك. خش عشان ده بسبعه وتسعه. خش لحق افتح انت الاحمر ده. طبعا يا جماعه يا السبوره دي احنا مستخدمين فيها مين للقلم الازرق ليه؟ علشان بيتفانوا بتشيلسي لان طبعا هم احسن فريق صحيح على كوكب الارض والمجره. صحيح يعني في تفاوت. بس يا باشا بس يا حبيبي يلا يلا احنا قبل ما نيجي كان الراجل عم محسن كده رمالنا فراوده منهم واحد مطرقع معايا. اخ ما تخش يا شاكوش يا جامد وتجيب لنا الفرود ده دلوقتي. انجز ولا طيب مين؟ هو كان في كذا فرود انا بفكر فيهم. تامي ابراهام وخيمينيز وانجز. انا بفكر بصراحه في خيمينيز. خيمينيز فايق. السي سينيور. خيمينيز فايق. وانا موافق. بفكر في خيمينيز فايق. افتح وخش على خش على بالاخضر. كلام حلو. خش هنا ده. هنا عشان يخش بيمين. ويضم الجول او بدماغه عادي خالص. مين بقى بيزيد كتير ومش غالي؟ عندك عندك ليفربول كلهم غاليين. عندك بيزيد كتير. سيرجي اوريه. برافو عليك. سيرجي اوريه. شفت اريكي انا برضو. والرام بتاعتهم ماشي حالها. ماشي حالها. عندك لوكاديني والرام بتاعتهم صعبه جدا. لوكاديني صعبه جدا. ما تجوتش بعد اذنك. هو نبعد عن ايفرتون. ما تجوتش. بلدك. وحد من ليستر سيتي لو برضو مش عاجبين الناس. خلاص يبقى احنا نحط بلدك. انا اوكي في بلدك. وبيزيد كتير والدنيا ماشيه معاه كويس. وانا اوكي برضو في بلدك. يبقى بلدك وانا اللي احطه. تحب تاخد مين يا ديوان؟ ده اختيار ديوان. ده هو رائف خلاص ده اسمه رائف. بلدك.
يلا رايف اختار التلات لعيبه بتوعه قلنا عليهم يا عم رايف. اه بارنز وبالدوك وهندرسون جون. كويس حلو بس شارك معانا برضه رايف. معاكم معاكم ماشي يلا يا فيتش. طيب ما تخشوا علينا كده وتقولوا لنا الران بتاعت استون فيلا عامله ازاي؟ انت عايز تجيب حد منهم في خط الظهر؟ لا يا باشا باشا هنا. ايوه آه. بقى اتعلم المعلم جاكي كده نجيب جريليش بقى عشان نحلل ولا كلمه تحط او شويه وطنيه بقى ونجيب الراجل بتاع خد بالك ان عنده بلانكايه. لا كابتن ايه تريزي كابتن تريزي جي. لا 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 تريزي جي خطر. تريزي جي خطر. تريزي جي خطر هو حبيبي بس خطر. مقلقة شويه خطر. شوفوا لنا كده الران بتاعت استون فيلا. استون فيلا خد بالك عندهم بلانكايه يا باشا مش مشكله بغير البلانكايه عندك فريق مكون من 15 لعيب عادي ماشي. بعد طب البلانكايه طب هنعتمد على الناس في الاختيار الاخير في خط الوسط. هتقول لنا لعيب يا ابني ما احنا قلنا خلاص. ايوه بفكرهم. طيب قول لي بقى جريليتش. خش في جريليتش ما عنديش مشكله. خش بالاخضر. نخش على طول بجاكي جريليتش. طب ليه بقى كده ديوان انت كام لعيب؟ اتنين كده اتنين ماشي. طب انا اقول لك حاجه حلوه. قول ليستر سيتي الرام بتاعتهم حلوة ماشي وتشيل ويل مدافع كويس وساعد بيزيد وبيجيب اجوان وبيجيب اجوان زي ما ظبط عمك ديوان. يبقى نحط مين؟ تشيل ويل. حط له شيل ماشي باك ليفت اهو. مش هتشوف يا نبا كده فاضل لنا مدافع كمان. مدافعين مين بقى اللي بيتقدموا كتير؟ اه دي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها. انا اروح لسيرجيو اورير. برافو عليك بجد شاطر لاعب محترم بخمسة مليون توتنهام والرام بتاعتهم ظريفة. طيب كده انا كمصطفى اخترت التلات لعيبة بتوعي. اه لنا التلات كمينيز اداما تراوري وسيرجي اورير. كده دول التلات لعيبة بتوعي. تلاتة الموضوع في ايديك. يا تختار انت مهاجم وتسيب للناس مدافع يا تختار مدافع وتسيب للناس مهاجم. اه وتعال نفكر مع ديوان ونقترح عليك اقتراحات ماشي الضغط. مين من المدافعين التقال اللي ممكن يطلعوا في الشيت؟ حد يقترح عليا وانا بفتي. سيب ديوان يفتي بقى براحته. انا افتي لوحدي. افتي يا ديوان. افتي هنخش لنا بفتي تقيله دلوقتي ولا ليه ويلسون مثلا ولا حاجه ولا الشوق يهفوا على كيند ولا حاجه؟ كنت لسه اقول لك لا بلاش حبيب قلبي بلاش بلاش. جبته خمسه جيم ويكس السنه اللي فاتت ولا جون. طيب ابراهام لا انا ماو. اسف انا اسف. انت كويس واخدين بالكم يا جماعه احنا ما اخترناش ولا واحد من ارسنال. ما هو ما حدش اختار حد من ارسنال. هو اصلا بقول لك ايه ارسن فينجر لو بيلعب فانتسي مش هختار حد من ارسنال. انت عايز كده؟ لا طبعا لا مش هختار حد ولا اصلا مانشستر يونايتد بس الاولى بس يعني بس عشان سيال بس 7 و9 فيجيب شويه بس انت خلي بالك ارسنال ما بيسطروش ورا. بس انا بقى لو هو كده بقى لا حرام الران بتاعت ساوثامبتون سهله يبقى نحط داني انجز. انا رايي انجز. انجز يا جماعه انا معايا في الفرقه بقاله شويه قوي يامنا بقاله بيبلانك كده بقاله كذا جيم ويك بس هيجي لك بمره يجيب لك 12. لا يا باشا بص يا باشا داني انجز بلانك امتى؟ بلانك ال التو راوندز اللي فاتوا اتنينات كله. اه ماشي اتلسعت منه ولا ترونديني؟ لا كان بيلعب قدام ليفربول اوي وقدام كريستال بالاس اوي فرقتين صعبين جدا وولفز هوم بس هو اللي بلانك فيه. انجز يا ديوان انجز 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 فعليا وانجز في اللعيبه. انجز انجز لكن عنده الاربع ماتشات الجايين فيهم ثلاثه هوم قدام بيرلي واستون فيلا ونيوكاسل يبقى الدنيا انجز. بس كده ديوان اختار الثلاث لعيبه بتوعه. قول لنا يا عم ديوان الاهم من كده المعدل التهديفي بتاع الفرقه ده كله اسطر معتمد على اختياراتي. اسطر يا اللي بتسطر صيام تهديفي من اولها. هي صبغه بكام؟ صيام تهديفي عشان نجيب اجوان اثنينات. الصبغه بكام دلوقتي؟ مين يا باشا اللعيبه؟ يا باشا داني انجز ايوه وكالفرت لوين ايوه والمعلم جاك جريليش في نص الملعب. ماشي الله عليك ماشي طبعا طبعا اللمسه طب. الجماليه لازم طب كده يا جماعه احنا عندنا ثلاث لعيبه محتاجين الناس يساعدونا فيهم جول زياده ولعيب خط وست زياده ومدافع زياده. طب الثلاث لعيبه بتوع غزال ايه هما؟ غزغز انا قلت انتوني مارسيال من مانشستر يونايتد وقلت بين تشيلويل مدافع ليستر سيتي وقلت جو جوميز مدافع ليفربول. انت باشا بتحب الفرق الكبيره. انا بلعب في المضمون
عشان مش عايز يبقى شعر اخضر مش وحش بزرنا. مش وحش. طب يا باشا انا خايف الحسبه دي تعدي مننا ال 100 مليون بصراحه. لا 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 مش هتعدي. طب ما تيجي نحسب من غير يا حبيبي احنا كله 8 و6 مش هيحصل. صح صح لا مش هيحصل مش هيحصل مش عايزين نحسب. لا 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 امان. ايوه طبعا 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 مش هتعدي خالص. طيب في نقطه مهمه احنا ناسينها. ايه الكابتن مين هيشيل مسؤوليه الكابتن؟ مسؤوليه الكابتنه دي مسؤوليه تقيله وانا شايف ان احنا لازم نديها للبشمهندس رائد. لا انا رايي انا رايي احنا لازم نفاجئها برده بحاجه. احنا هنقول الكابتن على الهوا لكن طب انا اقول لكم حاجه. احنا ممكن نعمل الكابتن فوتنج على انستغرام او نعملها بالكومنتات الاكتر. انا عندي فكره احلى. قول. نخلي نبأ هي اللي تختار لنا الكابتن. لا نبأ هتختار الكابتن اللي قاعد بره احتياطي. لا اسمع مني. كل واحد يقول على الكابتنه هو شايف مين انسب كابتن وليه، يعني بيكتب لنا ليه بقى كمان. طب انا هقول حاجه، احنا انا عندي فكره، احنا الاربعه فينا نختار كابتن مختلف والاربعه دول هينزلوا والناس يفوتوا عليهم. ماشي كلام كلام منطقي. كلام جميل. وده هيتوقف طبقا للران الجايه. صح. فنفتح بقى كده الران الجايه. ونشوف يا باشا. انا مجهز الكابتن بتاعي وانا عارف هو مين. انجز. لا مش داني انجز. لا انجز. لا مش داني انجز. طيب يا باشا الراجل ده هيلاعب ارسنال وانت واثق في فرقتك عارف مين غلبه. وش هيحط جون؟ هيحط جون ما شاء الله. فطبعا الكابتن كالفرت لوين ايفرتون. ايفرتون مور ده ممكن يهاتريك. بس برضه هيلعب في الاميريتس. يهاتريك كمان يعني يا باشا. ولا تفرق يا باشا الاميريتس ده بيت ايميريتس. ده بيت ايميريتس الشباك مفتوحه. ماشي. انا شايف ان ممكن اكابتن يا اما جو جوميز يا اما خيمينيز. انا كابتن خيمينيز. انا معاك في خيمينيز قدام نورويتش. انا بضعف قدام خيمينيز. ما انا بضعف قدام خيمينيز برضه لانه ساعات بيخطف لنا 7 في 2 ب 14. طب احنا كلنا رايحين لكابتنه الهجوم. طبعا. ولو حد فيهم جاب 2 هيبقوا 4 وتطير مننا الرن. طب نص الملعب رائف. خش بحاجة مختلفة. مارشيال مين اللي في اخر 10 ماتشات جايب 9 كلين شيت ورا بعض؟ هندرسون ليفربول. ايوه بس هتقول لي جوميز في الامان زي كلين شيتايا مضمونايا ستايا بالتشرايا في الانفيلد. قدام مستام في الانفيلد دي مش وحش. هي مضمونة طبعا. هي مضمونة. بس 6 ب 12 12 ولا نغامر ونجيب 20؟ هو عمر ما خيمينيز جاب جونين ثلاثة عمره. بس عمل جوان يعني جون واسيست. بس ساعات بيجيب 7 ساعات بيجيب 7 مره مرتين. مش كتير. ده اللي بيستر عندي في الفرقه والله. هو جوميز اختيار امن. انا جوميز في الامان. طب بصوا تعالوا برضو هقول لكم بقى يا جماعه نشوف. يبقى احنا كده قلنا جوميز وقلنا خيمينيز وقلنا كالفرت ليوين وقلنا مارسيال. رايف كان بيقول مارسيال. هنقول مارسيال ممكن. ماتشهم مين؟ مانشستر معاهم مين دلوقتي؟ الماتش الجاي هيلعب واتفورد. ممكن جدا ممكن مارسيال برضه. خلاص يبقى كده هم دولت الاربع لعيبه. الناس تدينا عليهم فوتنج. فوتنج. شايفين كابتن مين الران الجايه؟ كالفرت. يا ابني دول هيلعبوا ارسنال. يا عم يتغلبوا 3-2 ومارتينيلي هاتريك ساعتها اجي اكسر البورد عليكم. طب دلوقتي انا عايز اسال سؤال يا جماعه. اتفضل يا باشا. وات اف وات اف الثلاث لعيبه اللي انا اخترتهم عملوا شغل جامد قوي. ايوه. والثلاثه بتوعك والثلاثه بتوعك والثلاثه بتوعك سلتي مولتي ما عملوش اي حاجه خالص. خلاص عايز احنا وان تيم. يعني ساعه الصبغه حرام اصبغ. لا 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 هو يتبقى وان تيم وخلاص. خلاص يا غزغز لبسنا واحنا اخترنا وحطينا الفرقه. بس يا جماعه انتوا انا عايز اقول لكم حاجه. بقول لك ايه؟ انتوا مستواكم في الفانسي سايق بزياده. معلش. لا يا باشا انا قربت منك. انتوا هتاخدوني. انا قربت منك. ماشي. بقول لك ايه؟ اهو كالفرت. اهو كالفرت. اهو يبقى مين اللي عمل حاجه؟ طيب تعالوا بس كده نختصر ونقول للناس احنا طالبين منهم ايه. عشان الناس ما تتوهش مننا. صح. طالبين منهم حاجتين. ايه هي الحاجه الاولى؟ فيرو هيجمعوا ثلاث لعيبه اللي ناقصنا في الدفاع، في حارس المرمى والدفاع وخط الوسط. ماشي. محتاجين القصه دي واختاروا لنا الكابتن من الاربع كباتن اللي احنا قلناهم. مارشال واحنا قلنا خيمينيز وكالفرت وجوميز. وجوميز. وحاجه كمان برضو في الاوفرول لو الناس ليها راي في اي حاجه في الفرقه تقولوا واحنا هناخد بيه، لان احنا لسه هيبقى قدامنا كام يوم لما حاجه قدامنا 3 ايام بالظبط. عايزين نكسب يا شباب. صح. ويا ريت يا نبأ يا ريت يا نبأ تورينا فرقتك. ما تاخديش التريكات اللي احنا عمالين نقولها دي وتختاري نفس اللعيبه وتحط نفس الفرقه. لا يعني. طب احنا كده يا جماعه تقريبا قلنا معظم اللعيبه بتاعت فريقنا. صح. واستقرينا على التشكيل الاساسي.
بس احنا ممكن نمسح برضو ايه يعني نمسح الولعة كده واخد بالك امسح لي الولعة كده عشان ايه مش عايزين احنا مش عايزين حد يعرف فريتنا عشان ايه احنا نكسب كده حاسب امسح لا شوف اوعى حد يشوف فريتنا اوعى حد ياخد فريتنا هو عود الملعب هو انت عارف ان احنا ممكن ننساهم مثلا دايرة النص يا ولد قمة الذكاء بصراحة نبا جهزي نفسك طيب نبا جهزي فريتك وتحدي فردي عظيم المهم انتوا بوصلوا لنا الملعب خلاص اهم حاجه ايه ما تشوفوش يلا بقى نعمل فرقه بجد بقى يلا بينا